السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو الذي خصصته في إنجاز إطار بسيط للمرآة ذات قياس 34 سنتيمتر في الطول، أما العرض 25 سنتيمتر. ففي هذا القياس الذي لدينا صغير شيء ما، فبادلنا فكرة لتوسيع المرآة، فقمت شخصيا لخصالة له إطار عريض، هذا لجمالية المرآة ولجمالية الإطار أيضا. إذا أحبابي في الله، أدعوكم متابعة الفيديو إلى آخره، ولا تبخلوا منا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا. فكل حلقة من الفيديوهات، سواء فيديوهات ماضية أو فيديوهات قادمة، فذلك من أجل متابعتكم لنا، وكل تعليق أنزلتموه في صندوق التعليقات أشكركم عليه جزيل الشكر. وعلى أي المشاهدين، أدخل معكم في متناول الفيديو. قياس مسافة الطول والفصالة بمنشار تلسين القطعتين ذات قياس 34 سنتيمتر، ونفس الإنجاز للقطعتين ذات قياس 25 سنتيمتر، وكل تقطيعة بالمنشار تلسين اليدوي متعدد الوظائف، يجب رفع المنشار والضغط على هذه القفالة الصفراء ثم دورانه سواء يمينا أو يسارا. فقبل التقطيعة من بين التقطيعات، وضع علامة بالقلم الجاف أو الخبش بمسمار يعني نقطة الضرب بالمنشار. كذلك متن جيدا القطعة الخشبية مراد تقطيعها بالمقبال على الآلة، يعني نستعمل ما يسمى بالزيار. فبعد مواصلتنا تقطيع مشي منشار تلسين ذهابا وإيابا، أقوم بتبليله المنشار بزيت الخاصة للآلات أو الغازوال، هذا ليساعدنا المنشار ذهابه دفعه إلى الأمام وإيابه الجر إلى الخلف، وأيضا نستفيد الخفة في العمل. وإلى هنا مشاهدينا، بعد مرحلة الفصالة بمنشار التلسين، مرحلة تركيب قطع
الطول الجوانب يماثلان، وقطع العرض الأفقي والسفلي يماثلان أيضا. وحسب ما ترون معي في الفيديو، وضع لصاق خشبي في ملاقى القطع، بعدها قبض بالزيار، ثم تسمير بالمسامير في الأربع الزوايا، كل زاوية تحمل مسمار طويل رقم 4.5 سنتيمتر ومسمارين 2.5 سنتيمتر. بالنسبة لهذا المسمار رقم 4.5 سنتيمتر، فقمت بإزالته بما يسمى الريفيات. وبعد كل هذه الجهودات لملاقاة الزوايا الأربعة، أقوم بمراجعة الإطار من حيث القياس الذي لدينا في المرآة، ووضع مسطرة مثلث في الزوايا أو ما يسمى بالإيكير. إذن مشاهدينا، ها هو إطارنا للمرآة جاهز، بقي الإنهاء. هذا ما نراه في الفيديو القادم إن شاء الله، وأستودعكم الله. ترقبونا في الفيديو القادم الذي أخصص فيه مرحلة الحك والاطلاء.
وجمع الإطار كاملا ونحصل على مرآة جيدة من حيث جمالها بالإطار العريض أحسن من الإطار العادي. في أمان الله.